السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة رائعة لتكثيف الحواجب. الحواجب الكثيفة تزيد من جمال المظهر الخارجي، في حين أن الحواجب الخفيفة والمتناثرة تعطي المظهر الأكبر في السن والمظهر الشاحب. فالحواجب تظهر وتحدد ملامح وحدود الوجه وخاصة العيون، كما ويمكن تكثيف الحواجب عن طريق يعني العديد من الإجراءات الكيماوية وحتى العمليات الجراحية التي تعيد الحواجب بشكلها أو قد تغير من شكل الحاجب أحيانا، لكن هذه الإجراءات مكلفة أحيانا ولها آثار جانبية. يعني في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة طبيعية آمنة تعمل على تكثيف الحواجب، لكن قبل التعرف على الوصفة يجب أن نتعرف على أسباب خفة الحواجب. أولها الإفراط في نتف الحواجب بالخيط أو الشمع وحتى الملقط. هناك أيضا الشيخوخة، سوء التغذية، سوء استخدام مستحضرات التجميل، بعض الحالات الطبية مثل أمراض الغدة الدرقية، الإكزيما، الثعلبة، وحتى العلاج الكيماوي والإشعاعي. إذا لعمل وصفتنا سنحتاج لزيتين رائعين جدا. هناك زيت البابونج، هذا الزيت الأكثر من رائع الذي يحتوي على عناصر مطهرة تساعد في التخلص من الأوساخ والخلايا الميتة التي يمكن أن تعرقل بصيلات الشعر وتمنع نموها أو تبطئه. زيت البابونج يرطب الشعر من الجذور حتى الأطراف، حيث يعمل على تخليصنا من الجفاف الذي يصيب الشعر لاحتوائه على خصائص مرطبة، إذ يساعد في التخلص من الفطريات والميكروبات التي من الممكن أن تصيب شعر الحواجب. لدي أيضا الزيت الثاني وهو زيت الحبة السوداء، هذا الزيت من الزيوت الرائعة جدا، إذ يعمل على تحفيز نمو الشعر، إذ يحتوي على مواد طبيعية من مضادات الهيستامين والتي تستخدم عادة كأدوية لعلاج حالات الثعلبة، كما أن لهذا الزيت القدرة على إيقاف تساقط الحواجب، فهو يحتوي على عدد كبير من العناصر المغذية للشعر والبصيلات. زيت الحبة السوداء مثالي أيضا لمنع الشيب وإيقافه قبل حصوله، كما أنه يسمح للحواجب بأن تصير بلون داكن، إذ هو يسود الحواجب ويجعلها داكنة. إذن هاتي المكونات لنمر لعمل الوصفة ولتعرف على طريقة استعمالها. إذن في وصفتنا سنحتاج لكميات متساوية من كلا الزيتين. سبق وضعت ملعقة صغيرة من زيت البابونج، سأضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت الحبة السوداء. إذن سنعمل كميات متساوية من كلا الزيتين، يمكنكم عمل كمية أكبر والاحتفاظ بها يعني في قارورة زجاجية. نخلط الزيتين معا وبعد الحصول على هذين الزيتين أو زيت واحد نقوم بعمل مساج خفيف للحواجب. يمكنكم استعمال أي مشط صغير تتوفرون عليه في المنزل كتلك الخاصة بتمشيط الحواجب عند رسمها، يمكنكم استعمالها. تقومون بوضع هذا الزيت ليلا وتركه يعني على الحواجب حتى الصباح، ومن ثم تنظيف المكان بالمداومة على عمل هذا الزيت يوميا. يعني ستلاحظون الفرق بأنفسكم، أولا سيصير لون الحواجب أسود، ستلاحظون أن الشعيرات الرقيقة جدا والخفيفة قد أصبحت سميكة وأصبحت أقوى من السابق، يعني حتى طولها سيختلف كثيرا وحتى سمكها. يكفي فقط المداومة على هذا الزيت فهو رائع جدا جدا لتكثيف الحواجب وإعطائها لون أسود. ومن لا يتوفر على زيت البابونج ولا زيت الحبة السوداء يمكنكم أخذ يعني زهور البابونج وأيضا الحبة السوداء بكميات متساوية، مثلا ملعقة صغيرة من البابونج وملعقة صغيرة من الحبة السوداء. يمكنكم استعمال زيت عباد الشمس أو زيت اللوز وطحن كلا المكونين، يعني الحبة السوداء والبابونج تطحن ونقوم بتسخينها في حمام مريم، نترك
يعني الخليط منقوع لليلة كاملة، وبعد ذلك نقوم بتصفيته للحصول على مثيل هذا الزيت، ونحتفظ به طبعا في قارورة لحين استعماله على الحواجب. يعني هذه كبديل، وصفة كبديل إن لم تكونوا تتوفروا على كلا الزيتين معا. وأيضا إليكم بعض النصائح لنحصل على حواجب كثيفة. أولها عدم الإفراط في نزع شعر الحواجب، إذ يحتاج شعر الحواجب من 6 إلى 8 أسابيع لينمو من جديد. تعمل هذه الطريقة على إتلاف بصيلات الشعر بشكل نهائي، مما يمنع شعر الحواجب من النمو من جديد. ثانيا، يجب أن نغذي الحواجب هي الأخرى، إذ أن الأغذية الغنية بالبيوتين والفيتامينات، يعني خصوصا فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين أ، تدعم نمو الشعر، لما لها من تأثير إيجابي على طول وكثافة الحواجب. أيضا علينا تدليك الحواجب. يساهم تدليك الحواجب في تسريع نمو الشعر في هذه المنطقة، حيث يساعد التدليك البسيط صاحبات الحواجب الخفيفة على تكثيف حواجبهن. كما يمكنكم استخدام فرشاة أسنان نظيفة وندلك بها منطقة الحواجب بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية وبالتالي تعزيز نمو الشعر. لكن احرصوا على أن يكون التدليك يعني تدليك لطيف حتى لا يتضرر شعر الحواجب وينزع من مكانه. ورابعا، تجنبوا المكياج وكريمات البشرة، إذ أن الإفراط في تطبيق المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة يخفف نمو الشعر، يعني شعر الحواجب، لأنه يغلق بصيلات الشعر، ما يمنع الحواجب من التنفس ومن النمو بشكل طبيعي وصحي. لذلك يفضل استخدامه باعتدال للحفاظ على حواجب صحية وكثيفة. طبعا لا تنسوا شرب الماء بكميات وفيرة، وتناولوا غداء صحي يعني متوازن متنوع، سيضمن لنا الحصول على مختلف الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الحواجب كما لصحة البشرة والشعر أيضا. إذا كانت هذه هي وصفة اليوم لتكثيف الحواجب، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، على تعليقاتكم وعلى تفاعلكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.